هلأ حالياً في أرض برك سليمان في قلعة مراد التاريخية. القلعة اليوم هي المتحف الوطني للتاريخ والتراث الفلسطيني، اللي هي تعبر عن جزء من المحتوى التاريخي والثقافي اللي بتحتضنه هذه المنطقة، اللي هي جزء من جنوب مدينة بيت لحم، واللي بتمثل عديد من الحضارات اللي أجت على المنطقة منذ 5500 سنة من اليوم. هنالك في المنطقة الكهوف من الفترة الكنعانية، وقلعة مراد هي جاءت للحماية، فهي نحن اليوم في متحف. المبنى هو يشكل متحف بعمرانه والطبيعة المعمارية اللي مبني فيها، وهو حصن دفاعي لحماية الموروث البيئي والموروث المائي والموروث التاريخي في هذه المنطقة. وهذا دلالة على أهميتها عبر العصور، لأنها تمثل من أهم التاريخ الفلسطيني من الناحية العلم والإبداع المائي، وأيضا للوجود البشري في منطقة برك سليمان بيت لحم من 5500 سنة على الأقل. بنيت على مراحل متعددة، بنيت من الفترة الكنعانية بوجود كهوفها والتي أثبتت في المنطقة، وهي جزء من منطقة إرطاس الجنة المقفلة، وهذه الجنة المقفلة لها تاريخها الخاص، وهي تعتبر أيضا من الجنات الطبيعية في فلسطين وعلى العالم. حتى بناء برك سليمان على مراحل متعددة، إن كانت أكثر من قبل الميلاد وفي الفترة الميلادية وأيضا في الفترة المملوكية الإسلامية. وهنا تأتي قلعة مراد، المتحف اللي نحن جالسين عليه، متحف بنى بدء فكرته كانت من نهاية المملوكية في تصميمه وإبداعه، وانتهاء أعماله في من السلطان مراد اللي انتهت وشيد وافتتح هذا المكان. أول شيء عملناه أنه نحمي التاريخ والتراث، لأنه هو جزء مهم من وجودنا. فبلشنا في ترميم المكان من 96، بلشت العقود والترميم وعادة التأهيل. كان المكان في حالة سيئة جدا، تم حمايته وتم ترميمه لكي يكون المتحف الذي نحن اليوم بصدد، ما زلنا باستمرار على تطويره. هو نفسه مثل ما حكينا يعبر عن حقبة تاريخية مهمة، انبنت جدرانه في ترميم جدران القدس كبلدة قديمة، فهي في نفس المرحلة لما تم إعادة آخر فترة من الترميم والاستكمال لجدران مدينة القدس البلدة القديمة، فهو في نفس المكان، فنلاحظ نفس الطراز. وعندما نحكي عن فحواه، ففحواه في هناك لا يقل عن 3500 قطعة تاريخية وأثرية في المكان، وهذا بحد ذاته يعبر عن أهمية المكان في فحواه، فهو غني جدا من أغنى المتاحف في فلسطين في الفحوى التاريخي والتراثي الذي نحن قائمين عليه. سميت قلعة مراد نسبة للسلطان مراد. نعم، هناك سلطان مراد الرابع وهناك سلطان مراد الثاني، لكن التاريخ موجود على المدخل، موجود حجر يؤكد التاريخ من 1600 في المكان، وهذا يؤكد على أنه تم إنهاء الأعمال وافتتاحه في ظل هذه الحقبة لهذا السلطان بالفترة العثمانية. لكن بدراسات التاريخ لقلعة مراد، بدأت التصاميم والأعمال على هذه المنطقة من نهاية الفترة المملوكية، وتم انتهائها في الفترة العثمانية. فتاريخها واضح، بها كان عناصر للجنود الذين كانوا يحمون البرك والمياه. بنيت على زاوية مهمة، هي من أربع أبراج، أحد الأبراج منها هو مجمع للمجمع الينابيع الطبيعية. لماذا اختير هذا الموقع لكي يسقي القدس ويسقي البيت لحم؟ لأنه فيه خيرات الينابيع الطبيعية. فمجمع الينابيع هو يأتي في أحد زواياها، في أحد الأبراج الأربعة، ولا هو الموجود على الجانب الغربي الجنوبي لهذه القلعة. وأيضا الفحوى والعناصر التاريخية اللي كانت فيها ما زالت، ما تبقى منها نحن قد حميناه وقد حافظنا عليه، وبزيارة هذا المكان أهلا وسهلا بالجميع بيقدروا يشوفوا فيها العناصر اللي حافظنا عليها واللي تعبر عن هذا التاريخ بدون أي خلينا نحكي تشويش لهذا التاريخ القائم فيها.
حتى نقدر نحميه بدنا عدة نقاط. الأولى أكيد التطوير من الناحية التخصصية، بوجود التطوير للناحية المتحفية أو الناحية العناصر التاريخية وأيضاً للترميم، ووجود الأركيولوجيست ووجود المهندسين ووجود المرممين. هذا جانب، وله ديبارتمنت، له قسم خاص الذي نعمل من خلاله على التطوير والدراسات والمسح الميداني ومعرفة ما هو موجود، فهو الجزء العلمي من هذا الشق. وأيضاً هناك الجزء الأمني والسلامة العامة، فنحن كثير نعاني من حماية هذا المكان لأنه يتعرض للكثير، فهذا كمان جزء وله قسم هام في كيفية الحماية، إن كان من خلال التكنولوجيا في الناحية الأمنية أو من خلال وجود الجسم البشري في الحماية لهذا المكان. الجزء الآخر هو الشق المادي، الذي الكم المالي حتى نستطيع أن نحط ميزانيات وموازنات لكي نقوم بحماية هذا المكان هي هائلة جداً. فإن قارنا مساحة ضخمة 245 دنم بها فحوى تاريخي وتراثي في كل مكان، حتى نستطيع من أعمال الترميم وأعمال الحفريات وأعمال الاكتشاف وأعمال، فهي ترصد لها ميزانيات بالملايين. قمنا بدفع ملايين لليوم، ولكن نحن نسعى مع كافة الشركاء، إن كان القطاع العام وإن كان القطاع الخاص ومن هو معنى بالتاريخ، نحن بحاجة إلى الكثير وبحاجة إلى زمن، لأنه هو طبيعة الترميم بيتم من خلال سيزنز، من خلال الفصول، فصول الترميم، وهذا بحاجة لفترة طويلة لكي دائما يكون في استمرار في الديمومة على حماية المكان من خلال ترميمه وحمايته. الشق الأخير كيف نشغله، قديش بنقدر نعمل وعي للحضور المحلي والحضور الأجنبي، ومن ناحية توصيل رسالة ماذا لدينا وكيف ممكن أن نشغله بأفضل أشكاله، وهذا ما نعمل عليه أيضا اليوم، لأن المكان ينتقل من مرحلة الكولكشن، أنه نحن نجيب القطع ونحطها في مكانها ونسرد تاريخها من الناحية التاريخية، وأن يكون أيضا لها السد من ناحية الوظيفة، لأن الوظائف والمهن الفلسطينية هي أيضا جزء لا يتجزأ من طبيعة العرض المتحفي، لأن هناك رح نلاقي أنه في لا يقل عن 78 مادة متكون منها هذه القطع، فمنها الجلدية ومنها القماش ومنها الفخارية ومنها الحجرية وهكذا. فهذا التنوع من المواد أيضا يشكل لنا هاجز وهم لكيفية العرض المتحفي والحفاظ عليه. هذه المجموعة مجموعة جمعتها من جميع أنحاء فلسطين، ومن الشتات، من الأردن، من مخيمات سوريا، اللاجئين، وكله يعني تعبت في عمل كثير، بذلت جهد وطاقة في وتحملت مسؤوليات، وأنا أجيب وأروح وأودي إلى آخره. لكن الموضوع بدأ معي من سنة 58 58 بديت أسجل أحوال القرية، السوشيال إيفنتس يعني المواضيع الاجتماعية، وأسجل ووثق وأسجل ووثق، وصرت أحتاج لتوثيق هذا شيء ملموس مادي، فصرت أجمع من اللي أعمله. يعني أولا بديت من دارنا، من القرية، من القرى اللي حوالينا، وهكذا امتدت معي مجموعة أثرية، أثار، مجموعة أثار قديمة من حقوب مختلفة، حقب مختلفة. هاي مجموعة تمتلك وزارة السياحة الفلسطينية، وعارضينها في المتحفان. المجموعة الثانية هي مجموعة التراث والتاريخ الفلسطيني، هاي بتبدأ من برضو قطع في من العهد الكنعاني للروماني للحقبة التركية العثمانية أو المماليك، حتى قبلها في منه في المماليك والعثمانيين والإنجليز، هذا الانتداب البريطاني والأردني إلى يومنا هذا. الميزة اللي في هذا المتحف إنه في تدرج في التحول القطع، يعني كيف كانوا يستخدموا مثلا معصرة الزيتون قبل 5000 سنة، الآن شيء أبسط حتى وصلنا
ده اليوم كيف بيعصروا مثلا التدريج فيها. في قطع المهن، مهن حداد، نجار، حلاق، يعني اللعب الفلسطيني، كل هذه القطع موجودة، والزي الفلسطيني موجود، عربة خيل اللي كان يستعملوها في زمن العثمانيين، الديانات ثلاث، موضوع مهم جدا اللي هو الحياة النفسية للفلسطينيين، لايف اوف فلسطينيين، هاي الحياة النفسية اللي موجودة في هالغرفة هاي كلها، يعني كيف كانوا يتعالجوا، لأنه كانوا الإنسان في الزمانات يعتبروا إنه كل الأمراض بتيجي من العين أو من الأرواح الشريرة، ففي اتقاء منها، نسميه حجاب، نحجب بيننا وبينهم نسميه حجاب، فكانوا يسجح. في تخريج إذا أصيب الإنسان بهذا المرض أو هذه العين أو هذا بده تخريج، طاسة الرعبة من أدوات التخريج، يعني أنا تخرج هذا هاي. في كمان أدعية وقراءات للديانات الثلاث، كيف تشرد هذه القطع. في أبحاث بتكمل هذه، يعني الباحثين لازم يصير في أبحاث عليها ووثقوا كل شيء لحاله، يعني أنا لو بدي أكتب وأكتب أكتب مجلدات مجلدات ما بيكفي كلام ساعة أو ساعتين، لأنه كل قطعة فيها تاريخ، فيها فن، آية الفن اللي فيها.